شاكوش الحلبوسي كان قد اتخذ في ثانيتين أسرع قرار في التاريخ السياسي العراقي. قالها الحلبوسي بشاكوشه: أنت بأي شاكوش سترد؟ تحية لك وللدكتور ليث وللمشاهدين الكرام. الحقيقة يعني القرار صدر ب41 جزء من الثانية، لكن الحقيقة يعني الثانية وقت طويل، لأن هذا يكفي الضوء لأن يقطع مسافة 300,000 كيلومتر، فلا تستهين بالثانية أستاذ نجم. بالنسبة للإجراءات اللي اتخذتها، أنا يوم الأحد يوم أمس أقمت دعوة أمام المحكمة الاتحادية، طلبت فيها إدانة السيد الحلبوسي بالحنف باليمين الدستورية وانتهاك الدستور، لأن ادعاء أن الموافقة تمت على ما عرض على المجلس هو ادعاء غير صحيح، وهو جريم ويشكل جريمة تزوير. التزوير هو تغيير الواقع بقصد الغش، والسيد الحلبوسي تعمد أن يخالف الحقيقة، أن يجعل واقعة غير صحيحة في صورة واقعة صحيحة، وهذا هو التعريف القانوني للتزوير المعنوي. فإذا ارتكب التزوير المعنوي هو خالف القوانين اللي أقسم على أن يطبقها بأمانة وحياد، وهذا حنف باليمين الدستورية، وأيضا إبعاد نائب منتخب هو انتهاك للدستور، فهو ثابت ثبوت قطعي أنه السيد الحلبوسي حنف باليمين الدستورية وانتهك الدستور ووفق المادة 28 ثانيا ودلالة المادة 68 ثانيا. أنت الآن نعم. كيف تستطيع أن تثبت أنه دولة الرئيس أو سيادة الرئيس الحلبوسي غشاش ومزور؟ أنا ما أثبت أنه غشاش ومزور بالمطلق يعني في كل الأمور، لكن أنا أثبت الغش في واقعة، التزوير في واقعة محددة، وهي واقعة التصويت على قرار طلب تصويت المجلس عليه. هو يدعي أنه الموافقة تمت وتسجيلات الفيديو تثبت، وكذلك حصلت على نسخة من التسمير أستاذ باسم النواب. هذا النسخة هذه تطلبها المحكمة، أيضا شهادات الشهود سيد محمد الشاعر السوداني، النائب محمد الشاعر السوداني ذكر أنه ما حد لحق يسمع أصلا الأمر المطلوب التصويت عليه. اللي رفعوا ايديهم عدد قليل من النواب، معظمهم تقريبا من الكتلة الصدرية، وهذا شأنهم، يعني لكل نائب الحق في أن يصوت أو لا يصوت، لكن مجموع اللي رفعوا ايديهم في هذه الجلسة ما يتجاوز 30 على الإطلاق، وهذا أقل من 10% من عدد النواب الحاضرين. هو لم يسأل المقرر ولم يستخدم أجهزة التصويت الإلكترونية، التصويت كان باطل وكان تزوير للحقيقة، وهذا ثابت. يعني احنا ما نتكلم عن مسألة يمكن إثباتها بدليل مادي وموضوعي ثابت لا يمكن دحضه. فإذا ثبت فالمحكمة بموجب المادة 28 ثانيا ودلالة المادة 68 ثانيا من قانون مجلس النواب وتشكيلاته عليها أن تصدر حكما بالإدانة أو عدم الإدانة إذا كان أو رفض الطلب، يعني إذا كان ما يوجد دليل، لكن الثابت أنه الأدلة حاسمة في هذه المسألة.